السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده دليل إرشادي للناس اللي شغالة معماري في مكاتب استشارية. ده تابع لكود السنافوري، بس ده مش إجباري. كود السنافوري إجباري، ده مجرد بس إرشادي. هنا بيشكر الناس اللي شاركت في الكود دوت. هنا بيتكلم إن في مراحل للشغل بتاعنا، فكل مرحلة بنركز على مخرجات معينة. فمثلا في المرحلة الأولانية بريبيرنج وكونسبشوال ديزاين، بنركز إن احنا نفهم المتطلبات بتاعة العميل، بنركز إن احنا نعمل بيمكشن بلان بسيطة، مش لازم بيكون فيها كل تفاصيل ممكن، يعني بتبقى بتعملها وبعد كده تبعتها للمالك، فيبقى في بعض الإضافات وتاخدها. تمام. في السايت موديل بيست اون سيرفي بتبدأ تعمل السايت موديل. كونسبشوال ماسنج موديل، مفيش شغل للكهروميكانيكال، مجرد بس ان انت بتعمل فكرة عامة عن المشروع. وبعد كده في مرحلة الاسكيماتيك بتبدأ تعمل الموديل المبدئي، وبتبدأ تشوف لو في مشاكل في الكوردينيشن الأساسية، لأن طبعا ما بقاش في شغل كتير. تمام. بس انت الحاجات اللي اتعملت بين المعماري والإنشائي، هل في أي مشاكل ولا لأ. الديتيل ديزاين بيبدأ بقى يعمل دخل معلومات اكتر، تعمل كلاش بين كل العناصر اللي موجوده، تندر. في مرحله الكونستراكشن بتعمل ار اف اي. دلوقتي انت خلصت كمكتب استشاري، فما بتعملش الازبلت ولا بتعمل فاسيلتي مانجمنت. هو بيقول لك اول حاجه ان انت تفهم متطلبات العميل، تعمل بيم اكشن بلان، تعمل سايت موديل من خلال السيرفي داتا، وبعد كده نعمل كونسبشوال ماسنج. بيبدا بقى يشوف العناصر التوبوغرافي، هتستخدمها في ان انت تعمل سايت ستادي. الماسنج تعمل اريا اند فوليوم كالكوليشن، تعمل ديزاين، تبدا تشوف اكتر من تصميم، تعمل انرجي اناليسيز بسيط لان ما عندكش كل الداتا لسه. سستينابيلتي، بعد كده 3 دي ايمج، تعمل فيجواليزيشن. اول حاجه بنعملها ان احنا نفهم متطلبات المالك، بنقعد معاه ايه انت ايه هدفك من وجود البيم، إيه هل انت بس عايز تطبق البيم وخلاص ولا في عندك معلومات. طب نبدا نشرح له بقى فكره ان احنا ممكن ايه الاستفاده اللي ممكن نستفادها من البيم، وهو يبدا يختار منها. بنبدا نشوف هنا في مرحله الكاد، الاسكيماتيك بياخد نفس الفتره، بعد كده بنعمل سكادوال ديتيل. تمام. هنا بيبقى في اول جزء ممكن يبقى فيه جالنا لوح كاد، فبنبدا نخليها بيم. السكاشن وكل حاجه بناخدها من البيم. وبعد كده هنعمل كل المعلومات، هي 2D والكاد والاكسل، كل ده موجود في قلب البيم. تمام. فهنا الكاد، هنا الحاجات بين الكاد والبيم، يعني شويه كده شويه كده. هنا شغل البيم. البيم في الاول بنبدا ندخل معلومات اكتر، بس ده بيسهل علينا بعد كده كتير ويوفر معانا وقت. تمام. يعني في اول مرحله بتبدا تدخل تفاصيل معينه، انما بعد كده ما بتاخدش وقت في حل الكلاشات، ما بتاخدش وقت في موضوع الحصر، فده بيوفر لك وقت كتير اوي. ده الديتيل دروينج واخد وقت كتير، هنا لا بتاخد حاجه صغيره خالص. هنا السايت موديل بيبدا من خلال السيرفي، بنبدا نحوله لقلب الموديل ونبدا نشتغل عليه. اهو ده جالنا مثلا من الاوتوكاد، فبنبدا ندخله ونبدأ نحوله لبيم توبوغرافي يصلح للعمل عليه. الماسنج سهل ان احنا نعمله في قلب البيم، ونقدر ناخد اي معلومات احنا عايزينها، ونقدر نحول الماسنج دي لفلورز، والحواف الخارجية نقدر نحولها لول ببساطة. ده مثال لأحد الدراسات اللي معمولة على برامج البيم سان ستادي. تقدر تعمل دراسة للمناخ، هنا تقدر تحول الماسنج لفلورز، بيتقطع مع كل ليفل بيبدأ يحول بالشكل دوت. وطبعا بيقدر يحسب، لاحظ ان هنا مختلف عن فوق، في ميول شوية، فالميول ده يعني ان في الاريا مختلفة، فكل واحدة فيهم بتحسب لها اريا مختلفة. لو احنا بنحسبها كاد بتبقى تقريبية، انما هنا بتبقى الكلام دقيق شوية. وتقدر تدخل اي موديل انت عايزه، سواء من الكاد او من الماكس او من السكتش اب، فالموضوع بيبقى سهل والذ. هنا العناصر اللي موجوده في قلب البيم، الوول والسلاب والدور، كل الحاجات دي تقدر تستخدمها. وفي بعض الحاجات مثلا السبيس هتحسب بالروم كالكوليشن،
الاستراكشر موديل، المعماري بيعمل حاجات تقريبية لسه ما عندوش، يعني مثلا بيحط أعمدة مثلا تقريبية، هو حاطط أي مقاس، وبعد كده الإنشائي بيعمل حسابات ويقدر يغيرها للمقاس اللي هو عايزه. في مرحلة الاسكيماتيك موديل بنبدأ نرسم الحاجات الأساسية، ما بنخش في تفاصيل كتيرة، لأن لو دخلنا في تفاصيل وحصل أي تعديل الشغل كله هيتعاد، وبعدين احنا عايزين نخلص الحاجات الأساسية اللي تخلي الـ MEB يبدأ يخش يشتغل معانا. فهتلاقي البيم بيسهل لك الشغل في كل المراحل، في كل مرحلة من المراحل بتعمل حاجة، وما تحتاجش مثلا تاخد تعمل سيكشن أو تعمل إليفيشن، هو مجرد إن أنت عملت الموديل كل المعلومات موجودة عنده، كل لو عايز تاخد أي مقطع بيبقى سهل جدا. هنا بيقولك إن أنت في بعض العناصر لازم تقعد تفحصها عشان تتأكد إن شغلك سليم. الديتيل ديزاين هتبدأ تاخد الشغل بالمرحلة اللي قبل كده وتبدأ تزود المعلومات اللي أنت محتاجها، يعني بدل مثلا ما كان حاطط حيطة تبدأ تحط بقى التفصيل بتاعة الفينيش والتفصيل بتاعة الحوائط، تدخل المعلومات اللي أنت محتاجها. هنا بتعمل الموديل بتلاقي السكشن طلع لك، وبتلاقي الحصر كله طلع لك في أي تعديل في أي وقت بتعدل في كله. وبعد كده تخش في مرحلة الكوردينيشن مع المعماري مع الإنشائي ومع الكهروميكانيكال عشان تتأكد إن مفيش كراشات. حسب الاتفاق ممكن تتفق إن اللي هيحط الأوتلت زي المخرج الهواء زي الفاير فايتنج السبرينكلر اللايتنج ممكن المعماري، وبعد كده يسحب الكهرباء والميكانيكا يسحب شغله، او العكس، يعني اشتغلنا بده واشتغلنا بده مفيش اي مشكله خالص. ده شكل التندر، لوحه التندر، كل الحاجات اللي انت عم تعملها على الكاد تقدر تعملها على البرامج البيم.